فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أتدعو من دون الله ما لا ينفع، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذا التصوير جاء في سورة استفهام، الاستفهام طلب الحق من رسوله أن يقوله: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فكأن الصورة أن قوما هداهم الله إلى الحق فدعوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعون ما لا ينفع ولا يضر، فيردون على أعقابهم أي بعد الهداية. ففي هذا صورة الحيرة والتردد، إزاي؟ قال لك كانوا على هدى ثم دعوا إلى أن يعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرة ولهذا التردد، فقال: كالذي استأوته الشياطين، والشيطان قلنا هو عاقل الجن، واستهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته، مادة استفعال دائما تأتي للطلب، استفهم يعني طلب الفهم، استخرج طلب الإخراج للشيء، فاستهوته طلبت إيه؟ طلبت هويته. مادة الهي والواو والليه تلد لمعاني، إن مدت فهي الهواء الذي نتنفس به وما به أصل الحياة، وإن قصرت إما أن تكون هوى، وده ميل النفس إلى شيء، هويا سقوط. يبقى المادة تأتي إما الهواء إن كانت ممدودة، فإن كانت في القصر يبقى من الهوى أو من الهوي. لما تقول هوى يهوي يبقى المراد به هويا، هوى يهوي هويا، وهوي يهوى هوى. استهوته طلبت ايه؟ طلبت هويه او هواه، الاثنين قد بعضه. ما دام طلبت هواه يبقى المشخص بتاعه اللي بتمله نفسه، طلبت هوية أي ما يؤدي إليه اتباع الهوى من الإيه؟ من السقوط. يبقى استهوته الشياطين لأن الشياطين تريد أن تجذبه إلى ناحيته هواه، فتوقظ في نفسه هواه أو تدعوه ليهوي. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء. لما يخر من السماء يتخطف الطير يهوي في مكان ايه؟ حين تأتي الى الهوى والهوي تعلم ان الهوى يجذبك الى ما يضرك، ولذلك لا تسلم منه الا ان يكون هواك تبعا لما جاء به الحق. تؤمن تكيه يبقى مش هواك بقى، هواك صار تبعا لما جاء به الحق. لكن ان خدت انت هواك يبقى لازم يؤدي الى ايه؟ الى الهوي. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. قال لك ما هي الحيرة؟ هي التردد بين امر ومقابله. ما احنا قلنا اهتدى يعني مشي خطوة للمنهج، رد على اعقابه رجع. طيب احنا اذا هم كانوا حيردوا على اعقابهم تركوا، ام قال لك لا له اصحاب يدعونه الى الهدى تعال لنا؟ يبقى في شيطان بيستهويه وفي اصحاب يدعونه، يبقى مع مين هو؟ يبقى حيران ولا مش حيران؟ وتجد ان الشيء الذي يهوي لا استقرار له، ولذلك دائما الذي يهوي لو شفت اي حاجه حجر او اي حاجه تهوي الى الارض لازم تدور، ملهاش اتجاه ايه واحد، ويبقى حيران يا ترى لما هيقع كده الوقعه دي هينزل على شويه قطن زي المخده كده ما يجرالوش حاجه، ينزل على رقبته يموت
ينزل على رجليه ما هوش عارف هيعمل ايه، يبقى ده حيران ولا مش حيران؟ حيران. له اصحاب يدعونه الى الهدى، يبقى شيطان الشياطين تستهوي واصحابه يدعونه. فلما يبقى بالشكل ده اصحاب يدعونه الى الهدى والشياطين ايه، يبقى حيران ولا مش حيران؟ يبقى صورة محضرة. طيب يتبع مين؟ يقول له يا اخي شوف اللي مع الله، قل ان الهدى هدى الله، قل ان هدى الله هو الايه، هو الهدى. يبقى اتبع مين؟ الذين يدعونك الى منهج مين؟ الى منهج الحق سبحانه وتعالى. ليه ان هدى الله هو الهدى؟ ليه؟ اما قال لك لان الهدى والطريق موصل للمنهج، يوصلك لغايه. وما دام منهج يوصلك لغايه، هو انت عارف غايتك ايه؟ طب ما غايتك ايها الانسان عشان تاخد المنهج اللي يوديك للغايه؟ هل الصنعه تضع غايه نفسها؟ يعني الغساله اتوجدت كده وبعدين قالت والله شوفوني اصلح ليه؟ ولا اللي عملها هو اللي خلق لها الغايه؟ الذي صنعها هو الذي وضع لها الغايه. تلفزيون، هو انا شفت آلة كده وقلت اشوفه ينفع في ايه كده ونعمله، ينفع ثلاجة ولا ينفع غسالة ولا ينفع؟ لا، ده اللي وضعه تصميمه وضعه ليه؟ لغاية يؤديها. ما دام وضعه لغاية يؤديها، يبقى ان اردت ان تعرف غايتك فخذها ممن خلقك. اللي بيفسد الدنيا ايه؟ ان الله خلق والناس عايزة توضع قانون الصيانة. نقول لهم لا، اللي يوضع قانون الصيانة مين؟ المهندس اللي خلق. خلاص انتوا بتعاملوا نفسكم كده. فيبقى تعبنا من جهة ايه؟ من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد من اسمه. نقول له لا، اللي يحدد غايتي اللي خلقني. يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا؟ هدى الله هو الهدى الحق. قل ان هدى الله هو الهدى. وهدى الله هو الهدى. الهدى دي جاي عشان ثلاث حاجات، يعطينا يقين ايماني يوحد عقيدتنا في اله واحد. حين يوحد عقيدتنا في اله واحد لا تختلف اهواؤنا ابدا، لان هو اللي هيضع لنا القانون. وساعة يضع لنا القانون، يبقى اي خاضع منا لقانونه لا يزل لاحد. ابقى انا وانت عبيد لمين؟ لاله واحد. يبقى دي لا غضاضة عليك ولا غض، انما افكار البشر حين تريد ان تسير ان انسير عليها البشر، يبقى صاحب الفكر ده يزلني ليه ويقودنا على منهجه وعلى مبدأه، هو احسن مني في ايه؟ نقول له لا، انت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند؟ خلي هواه واحد، وهواه لا يكون واحدا الا ان يكون منهج الذي خلقه هو المسيطر. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض. ولهذا جاء الايه، جاء الدين. ولذلك احنا نقول حتى في الريف اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعته، الشرع هو اللي ايه، هو اللي قطعه، يبقى ما يخرش دم. ده كلام عاوز. ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصة سبأ وسليمان، ملكة سبأ وسليمان، لما حصل الحوار وهو الى اخره، وبعدين قالت ايه، وانتهت الى انها تؤمن بمين؟ تؤمن بسليمان. شوف بقى ايمان الملوك. واسلمت مع سليمان، مش اسلمت لسليمان، واسلمت مع لمين؟ لله. يبقى لا غضاضة علي ان اكون قد اسلمت، لان انا مش تبع سليمان، انا تبع مين؟ رب سليمان. انا وهو بين عبيد زي بعض. واسلمت مع مين؟ مع سليمان لله رب. اذا التشريع لما يجي من اعلى، يبقى لا غضاضة على احد في ان ايه، في ان إيه؟ ولا يعتبر واحد تبع واحد، بل كلنا عبيد مين؟ وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة. طب الهدى بقى هتمثل في ايه؟ في ايمان باله واحد. وما دام يبقى ايمان باله واحد لازم ناخده بادلتنا العقليه، ندخل عليه من باب العقل. لكن اذا
اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضرورة نسلم امرنا له لانه هو اعلم بما نصلحنا. يبقى عايزين امر عقلي وامرنا لنسلم. وايه كمان؟ وامرنا نسلم لرب العالمين. وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه. ثلاث حاجات. امرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة ونتقيه. قال لك ليه؟ ام قال لك لان كل الاعمال الشرعية لازم تصدر الاعمال الجوارح عن ينابيع عقدية في القلب. نسلم لرب العالمين ادتنا الحكاية الاولانية دي. وبعدين ما دام نسلم زمامنا لرب العالمين اي نفعل ما يريد وننتهي عما، يبقى ان اقيموا الصلاة ادي واحدة. وبعدين نتقي. اقامة الصلاة امر ايجابي واتقاء الاشياء المحرمة امر ايه؟ سلب. يبقى عايزا الهدى تضمن ثلاث اشياء. الشيء الاول ايمان عقدي برب نسلم زمامنا له. نسلم زمامنا له علشان تأتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم له. حركتنا في الوجود اما فعل واما طرد. سيد الافعال نقيم الصلاة. سيد الترك ان نتقي المحال. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. الينبوع العقدي يمثله قول نسلم لرب الايه؟ العالمين. الثانية الفعل اقيم الصلاة دي عمادة. ليه؟ اما قال لك لان الصلاة دي هي الامر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الانسان. انت تشهد ان لا اله الا الله مرة في عمرك وان محمد رسول الله. وقد تكون فقيرا فلا تزكي. وقد تكون مريضا او مسافرا فلا تصوم. وقد تكون غير مستطيع فلا تحج. فما الذي بقي لك من هذا الامر؟ انما هي الايه؟ الصلاة. يبقى هي عمدة الفعل مين؟ الصلاة. وبعد ذلك تتقي ما نهيت عنه. يبقى ثلاث حاجات. امر عقدي لنسلم لرب العالمين. فعل ايجابي قمته وان اقيموا الصلاة. فعل سلبي واتقوا. هنا تلاحظ وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة. امرنا لنسلم. اهم بعضهم يقول لك وامرنا ان نسلم. اللام بمعنى. طب تقول له ما دام امرنا يبقى في امر ولا لا؟ وفي مامور اللي هو واحد وامر اللي هو مين؟ الله. طيب ما دام فيه امر وفيه مامور اين الامر؟ لازم الامر اسلم بقى. ما دام امرنا لنسلم يعني اكنه قال لي ايه؟ اسلم. ادي الامر. طب لما تقول الولد يقول امرت لاذاكر يعني معناها ابوه قال له ايه؟ ذاكر. يبقى امرنا فيه امر وفيه مامور. احنا المامورين وخالقنا هو الامر. اين الامر؟ اسلم. اكن الايه بتقول ايه؟ قال الله لنا اسلم فاسلمنا. يبقى اسلمنا اطاعه لايه؟ للامر. يبقى لازم تقول هنا امرنا لنسلم. امرنا بقول الله لنا ايه؟ اسلموا فاسلمنا. فكان الامر سبب لمين وغاية لمين؟ وسيلة لاسلامنا. يعني امرنا قال الله لنا اسلموا لايه؟ لنسلم زمامنا له. طب وان اقيمه؟ ان اقيمه. طب ما هي اقيمه ده امر. يبقى مرة يجيب الغاية ومرة يجيب الصيغة اللي ادت للغاية. لنسلم يعني كأنها نبهتني الى ايه؟ اسلموا. قال الله لنا ايه؟ اسلموا. ليه؟ لنسلم زمامنا الى ايه؟ اليه. وبعدين ايه؟ وايه كمان؟ وان اقيموا. يبقى دي جاية بطبيعتها ولا لا؟ وان اقيموا الايه؟ الصلاة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل او يأمر بنهي الامر بالفعل والامر والنهي عن الفعل ضرورة تستلزم
انك صالح للفعل وللترك. اذا قال لك افعل كذا يبقى انت صالح ان لا تفعل، واذا قال لك لا تفعل كذا يبقى انت صالح ايه ان تفعل. فلو كنت لا تصلح لان تفعل ما يقولكش ايه، وان كنت ما تصلحش ما يقولكش التاني. اذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى انت مخلوق على ايه، على هيئتك، تستطيع ان تفعل وتستطيع الا. وتلك هي تخصصية الاختيار المخلوق في الانسان. بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار، كل الكون ما عندوش. يعني الشمس مش حرة تطلع او ما تطلعش، الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش، الارض في عناصرها مش حرة تكتمها ولا ما تكتمهاش، مش حر. انما الانسان ميزته انه يختار بين البدائل، ويختار بين البدائل لازم يكون صالح للاثنين، وما دام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا تفعل. ما دام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطأ يجي منين؟ ان تنقل مجال افعل في لا تفعل، او مجال لا تفعل في افعل. يبقى تنقل النسبتين، النسبة القولية في افعل تنقلها في مجال لا ايه، والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه، في مجال افعل. يبقى المؤمن المسلم ياخد منطقية افعل في مجال الفعل، منطقية لا تفعل في مجال الايه، في مجال الترك. ولما تنظر الى الانسان تجد ان التكليف الالهي يناسب التكوين، يناسب في اشياء كتيرة انت تشترك فيها مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان، تمام زي تمام. اذا مثلا واحد اخذك الى اعلى ثم تركك في الجو ماذا يحدث لك؟ تسقط في الارض. قانون الجماد تمام زي الحجر، الك ارادة تقول لا انا مش عايز احد، مش ممكن. يبقى فيك الجمادية ولا مش فيك الجمادية؟ فيك الجمادية. النمو انت بتتحكم في، تقول انا انمو النهاردة نص ملي وبكرة ملي، ولا تعرف انت بتنمو ازاي. الله، الحس والحركة والاشياء اللي بتعمل فيك دي بقى، ونبضات القلب وحركات الدودية للامعاء والمعدة والعمل الكبد انت بتضرب الحكاية دي. طب انت حركة التنفس اللي بها قوام حياتك، هل انت مرة بتقعد كده تقول يلا ما نتنفس ناخد شهيق طلع زفير، ولا بتاع الحكاية دي بتحصل لك ايه كده لوحدها؟ يبقى قهرية ولا لا؟ ومن رحمة الله بك انها كانت ايه، كانت قهرية، لانها لو اختيارية وانت عايز تتنفس وتاخد شهيق وتطلع زفير، طب ولما تنام مين يعمل لك العملية دي؟ يبقى من رحمته ان جعلك ايه، مقهور في هذه الاشياء، لانك انت بتتنفس عشان الهواء. طب وقبل وانت طفل ما تعرفش الهواء ده داخل ليه؟ ده بدين لسه ما عرفتهاش الا بعدين، انا باخد الهواء عشان يعمل الاكسجين. طب واللي لسه ما يعرفش الحكاية دي كان يعمل ايه بقى؟ قال اذا من رحمته ان جعلني ايه، مقهور في هذه المسائل، مسخر فيه. انا ما مسكتش قلبه قلت له النهارده انبط كذا واعمل كذا وما حصلش الحكايه دي. يبقى من رحمه الله ان جعلني مسخرا فيما به قوام ايه، قوام حياتي. وبعد ذلك في عندي بدائل، افعل دي ولا تفعل دي. التكليف من الله سبحانه وتعالى في الافعال التي تقع مني ام في الافعال التي تقع علي، مني. طب والافعال اللي تقع فيا ليا فيها تكليف؟ ما لديش فيها تكليف. يبقى اذا كل التكليف في الافعال التي تقع ايه، تقع مني. ما دام تقع مني يبقى ليا فيها اختيار. العقل الاول يبحث وبعد ذلك. طيب فان كان لا يوجد عقل عشان يكيف النسب الذهنيه الاول وبعدين النسب الكلاميه وبعدين النسب الواقعيه، يقولوا ده ما بيبقاش مكلف، يبقى مجنون ده. ولذلك ربنا ما بيكلفكش الا اذا كنت عاقل وناضج العقل، ولا فيش قوه تقهرك على غير ما تختار. يبقى ده التكليف يجي ايه، يجي هنا. فاذا المجنون ملوش ايه تكليف، لانه ما قدرش المسألة في رأسه قبل ان يفعل، بيفعل اللي على كيفه كده. طيب وقبل ان ينطق ما هوش آلة للاختيار، نقول له لسه ما كلفتش. طب وانا اخترت كل حاجة ونسي لما في واحد اقر مني وقال لي ايه والمسدس ولقت لك، يبقى انا مقهور. يبقى ما فيش تكليف في ثلاث حاجات، حيث لا يوجد اي عقل او عقل غير ناضج، ولا يوجدش ايه، ولا يوجدش قهر. يبقى معناها انني صالح للفعل وللايه، للفعل وعدمه.
وهو الذي اليه تحشرون. يعني لو ان المسألة بس كده يعني فانتظية ايمان ومش هيترتب عليها نتيجة نقول له لا ده المسألة فيها ايه. لو التلميذ مثلا اللي سواء حضر الدرس او ما حضرش استمع الى المدرس او ما استمر يذاكر ولا ما ذاكرش، يمكن المساله ما لهاش غايه في انه ينجح وهي لا يصعب ولا ياخد شهاده ولا ما ياخدش، كان يعمل العمليه. يقول له طب ان ما كنتش انا اعملها لان الفعل في ذاته يعني صالح بالنسبه لك او الترك يتعبك، اعملها لان في غايه ستصير الى من يحاسبك على انك نقلت تفعل في مجال لا تفعل او لا تفعل في مجال ايه. فان كنت من تشوهد المسائل الصلاحية لحياتك خدها خوف من مين؟ خدها خوف من الجزاء ومن الايه ومن الحساب. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. كلمة بالحق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ومدام الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، يبقى ننظر الى خلق السماء والارض. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. قل لي بقى كده سما، شوف الافق بتاعك في سما كده وبتاع من غير عمد، ده مسألة عجيبة. ولذلك يقولك بغير عمد ترونها، ما انتوا شايفين حاجة. خلق السماوات والايه والارض، وعلشان تعرف ان خلق السماء والارض دي مش عملية سهلة، قال لك لا، خلقك عجيب واعجب منه خلق السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب وعمل الناس هي المقياس ليه؟ لان الانسان هينظر في تكوينه يجد اشياء عجيبة. يقول له ان نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق وفي انفسكم افلا تبصرون، تقوم تلاقي السماء والارض اكثر منك. فكأنه جعل نفسك مقياس، ونفسك ستعلم اخبارها تباعا، كل يوم تحتدي فيها الى ايه؟ الى سر. هذا السر ما كانش موجود عند الاولين، انما لما بتتقدم العلوم وبتتقدم الالات الصف الات الاختبار بنعرف ازاي احنا مثلا. يعني انت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجة اسمها الاستطراق. انتوا طبعا شفتوا الاواني المستطرقة، اواني المستطرقة لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في انابيب متعوجة وانابيب عدلة ومش عارف ايه، ونقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الواطي وبعدين ياخد ايه مستوى واحد، اسمه استطراق. استطراق ايه؟ ماء. كذلك في استطراق حراري، يعني اذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقد وقعدت في الغرفة، تلتفت تلاقي الحرارة ابتدت ايه تشع لحد ما ايه النار تقل والحرارة في الجو تعمل ايه؟ الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقد تساوي الحرارة في طرف الحجرة، اسمه ايه ده؟ استطراق. يبقى كل حاجة برد وتنحط فيها حاجة سخنة يفضل الجو البارد ياخد من الايه من الساخن لحد ما يبقى ايه يبقى سواء طبعا. طب انت انسان اهو، ايوه، حرارتك العادية كام؟ 37. من العجيب انها 37 حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في البرد ده كله برضه 7 وايه؟ قال لا، ما استطرقتش ليه مع الجو؟ ليه ما استطرقتش مع الجو بحيث ان الجو البارد ياخد من ايه؟ من حرارتك لحد ما تبقوا يا بعض. ده انت لك ذاتية، الذاتية دي عاملة لك ايه؟ واحدة مستقلة عن الكل اللي انت عايش فيه، وتفضل في خط الاستواء 37 وفي القطب 7 وايه 37. ايه العظمة دي؟ لا حصل استطراق هنا ولا حصل ايه استطراق هنا. ده العجيب. قال لك لا، ده الاعجب من كده، انك انت لما ناخد حرارتك تقول 37 وده مازال الاعتدال، تقوم نجد ايه ان عينك دي لو الجفن ده 37 عينك تنصهر، يبقى لازم تاخد درجة 9 بس، ودي 7 ودي 13 والكبد 40. طب كل ده مجموع في حته واحده كده ولا يستطرقش؟ دي مساله بقى، مساله مش هتعرف تكبر عليها دي ابدا. اهدي وفي انفسكم افلا ايه افلا تبصرون. الله، تلتفت تلاقي مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجه غير هواء، ذره من غبار، لقمه، حبايه رز، تلتفت ايه اللي يحصل؟ قال انت قلت اما كح كده علشان اطلعها
ده انت كحت قصرا وغصب عنك، ما تعرفش الكحة دي جت ازاي، علشان تعمل ايه؟ عشان تطرد اللي نزل تضر ولا تلتحت الا اذا ايه؟ تقوم تلاقي الشعيرات او المش عارف الايه دي معمولة علشان تعمل ايه؟ تنزل ولا تطلع؟ ايه شبه الحكايه دي؟ تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتحت ولا لم؟ انت عملتها بعقلك دي؟ ما عملتهاش بعقلك ابدا، لو كنت تعمل بعقلك كان كان الواحد فطس وانتهت المساله، انما معموله بين ايه؟ بنظام ايه؟ بنظام دقيق، هذا النظام ما يمكنش يعمله الا خالق. ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40، لانه لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكايه دي الدوب، ولذلك اول ما يسعى في الواحد ايه ودان انها الحراره بتاعتها بسيطه. طب ازاي بس خدت حراره بس دي وسابت الكبد 40؟ مساله ما بقول له لا، ده مساله صنعه الصانع بقى، ده انت علشان تعملها في اي اله بتغلب الدنيا على ما تعمل لها. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قوانين ثابتة لا تتغير، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق إيه؟ كل في فلك إيه؟ يسبحون. ده احنا لما نجيب شوية عربيات ونمشيهم في شوية شوارع شوف كم بقى كم اصطدام بيحدث، وكم عسكري مرور، وكم ضابط مرور، شغلانة إيه اللي بيحدث؟ إنما دي عمالة تطول كده بكل بإيه؟ الحساب. يبقى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ خلق الناس. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، يقول بالحق دي اوعى تفتكر انها لعب، لان اللاعب لا هدف له، يمكن يحطم. ولذلك انت لما بتجيب لعبه للاولاد ايه بيعملوا ايه؟ ضروري يوم واحد يا دوب لعبه. ولذلك يجب ان تعلموا الاولاد ان في فرق بين شيء يلعب به وشيء ينتفع به. نجيب له تلفون بتاع البتاع ده يقول له ده العب فيه، انما ده ما تلعبش فيه. نعم. فبقول انا ما خلقت السماء والارض بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. الله ما دام بالحق يبقى شيء ايه؟ يبقى شيء ثابت ونواميس ثابته. ومن عظمه التكوين الالهي ان النواميس العليا نواميس ثابتة لا تتخلف. ومن العجيب أن الذين يولعون بالإلحاد ياخدوا من هذا الثبات دليل على أن ما فيش إله. يقول لك ده لو كان في إله ما كانش الناموس ده يمشي كده، كان يقدر يغير حاجة ولا يعملها. وقاموا مدرستين في عصر واحد في ألمانيا، مدرسة جيل ومدرسة بخنر، ده يقول أن النظام في الكون ده دليل على أن ما فيش إله يعني يخرقه. والتاني يقول لك ده الشذوذ في الموجودات، واحد يطلع اعمى وواحد يطلع اعور وواحد يطلع اعرج وواحد يطلع اقرع، ده دليل على ان مفيش اله يبقى عنده ايه؟ حكمه. تقول له الله، يعني انت عايز النظام دليل الالوهيه وانت عايز الشذوذ دليل الالوهيه. الله، بتختلفوا في ايه دي؟ طب يا من تريد النظام دليل للالوهيه خذ النظام في الكون الاعلى، ويا من تريد الشذوذ دليل على ان فيه اله يغير النواميس خذها في الافراد. لو كانت الافراد تطلع كلها كده ميكانيكا كده، لا نقول لا ده في اله يقول ده انا عايز يبقى مالوش شعر. ولذلك الشذوذ نادر ولا مش نادر؟ هو النادر معمول وسيله ايضاح، وسيله ايضاح في الكون، لان الانسان يمكن لا يلتفت الى نعمه الله في عينيه الا ان راى اعمى او مكفوف بيتعثر في الطريق، يقوم يمسك عينيك يقول الحمد لله. ولقى واحد مثلا اعرج نقول له لا اعرج ولا اعمى، دول معمولين وسيله ايضاح مين؟ لتذكير صاحب النعمه بالنعمه. طب اقول لك ودول ذنبهم ايه مثلا؟ اشمعنى دول يعني اللي جم وسائل ايضاح كده وبتاع وتعب؟ يقول لك لا، ما هو بيعوضهم تعويضه تفوق ما عندك، يديله بقى خصله يتعوض فيها ويبقى فيها ايه؟ يبقى فيها نابغ من النوابغ مكفوف ويطلع يقود المبصرين مثلا. الذي دوخ الدنيا فتوحات اعرج جنكيز خان، اعرج ودوخ الدنيا من الفتوحات. والذي ارف العالم بالسيموفونيات بتاعته والموسيقى الاصام، بتهوفن الاصام. الله، اذا مساله ربنا بيعوض ايه؟ ولذلك كنا نسمع زمان يقول لك كل ذي عاهة
يعني له ناحية متفوق فيه، يقول لك تعالى الاكتع ده انت بتقول عليه اكتع، طب خليه الدعك بالايد الكتعة دي قلم القوة. شيء عجيب مسألة. يبقى دي وسائل ايه؟ فيا من تريد النظام دليلا على حكمة الموجد خذها في النظام الاعلى، ويا من تريد الشذوذ دليل على سيطرة الحق فوق الميكانيكية خذها في الافراد. طب وليه مش العكس؟ قال لك لانه لو حصل شذوذ في الكون الاعلى لفسدت السماوات والارض. انما لما يطلع واحد اعمى من الف ما يجراش حاجة، القضية سليمة ولا مش سليمة؟ فالشذوذ يأتي فيما فيه عوض، والنظام يأتي فيما فيه تركه فساد. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. الله. يبقى خلق السماء الايجاد الاول اهو دي بالحق، وبرضه لما يهدم السماء والارض ويخلي الدنيا السماء تمر والكواكب تظل برضه حق. اوعى تقول ان كان الخلق دليل على العظمه يبقى حليح هيضيع الخلق ده في الاخره. طب وان كان التضييع يبقى ليه وجد ده في الدنيا؟ المتقابلات دي ايه بقى؟ خلق السماوات والارض بالحق، وبرضه وما يقول كن فيكون يبقى قوله الايه؟ قوله الحق. لاننا عايزين بقى نوضع نهايه للمسائل اللي انتوا عايشين فيها دي، وندي للمحسن احسانه وللايه؟ والا المحسن يقعد شاكي باحسانه طول عمره كده، لان الذي يحسن دائما يبقى تعبان. المسيء بياخد راحته ولا ما بياخدش راحته في الكون؟ انما المحسن هو اللي ايه؟ هو اللي تملي تعبان، هيخاطط نفسه في قالب من حديد، لا دي تعملها، لا دي ما تعملهاش، لا ده ما تظلموش، لا يعمل هو اللي. والتاني مرتاح ولا مش مرتاح؟ يبقى من الخير ومن عظمه ان ننهي المساله دي ولا ما ننهيهاش؟ يبقى اذا خلق السماوات والارض حق، ويوم يقول كن فيكون برضه قوله الايه؟ قوله الحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. يبقى الحق في الاولى والحق في الايه؟ الحق في الايجاد والحق في الايه؟ في الاعدام. وله الملك.